عسلام. سلام. صباح. الحمد لله. لباس. الحمد لله. باهي كيما قاعدين تشوفوا فما هذوما زوج شباب من الشباب التونسي ما عندهم ما يعملوا في الدنيا كان باش يحكيوا. اوكي باهي يا سيدي اش عاملين في حياتكم؟ يعني نقرا صنعة، تعلم في صنعة. صنعة. ميكانيك باتو. شو تحب؟ شنو نحب؟ شو تحب تعمل بها؟ نمشي نخدم. ني ولا في بلاصه اخرى؟ في بلاصه اخرى. التوانسه الكل في بلاصه اخرى. بلاصه اخرى. وين البلاصه الاخرى؟ ما نعرفش اكيد. اي مش في تونس. مش في تونس اكيد. صاحبك هذاك فدليك ولا مش فدليك؟ فدليك ضامر. فما فرق فدليك وفما ضامر، هو ضامر ولا فدليك؟ ضامر. ضامر شربوه؟ شربوه. سافا؟ سافا. سافا توتوا؟ الحمد لله. هي هذيك الفائدة. ايه؟ هاي. شنو جوك؟ ودي جوي فسفس. جوي فسفس. ايه؟ هاي. اسمعني، احكي لها على روحك شوي. توا نسيم إلى منوبة حرب النصر. فهمتني؟ تحية لولاد حومتي الكل. بكتيريا ربي خلص. توا صعب، قول موا مش توا. ادي نحب نقولها توا. ادي حر شخصيا. حرية النفس هذيك تسمى. احكي لي شوي. لا ليبرتي دي توا. لا ليبرتي دي توا. باش يحكي ما فهمتوش. يمشي نهب لك فرنسي. احكي لي شوي على عائلتك. يا بنتي خلي وسكتي، خلي وسكتي. انت كان باش نبقى نسمي فيهم بالواحد بالواحد. حاب عندك ثلاث حلقات تربع باش يكملوا. ايش باش نحكي لك؟ شبيهم برشا. ربي تبارك الله عليهم فهمتني، وبرشا برشا برشا. ما تقدرش حشيك وحشا حشيكم الكل الكل تونس لا فاهمين. ماميتي عندي ارنب. ماميتي ماميتي قدرش ستة خاليات عندي فهمتني. شدي عندك شدي عندك وثلاثة خوال باه قدي جوه تسع باه وخالي مش معرس تبقي كل معرسين وكل واحدة جايبة 14 واحد 14 فرح فهمتي؟ فهمتيني ما قبيل برك الله برك الله قبيلة الميجر كما دوري لنا قبيلة الميجر دوري لنا احنا جماعة عياد احنا لا قبيلة ديال توا عياد فهمتيني؟ احنا عندنا قبيلة تفايتوا لنا اسمع اسمع ملم ميجري منين جيت؟ هذه هو عائلته عائلتي عندنا قبيلة ميجر نحن في الحومة ميجرنا ميجري ميجري بكتيريا وشادي غجر وشريلا والولاد الكل كل يسكنوا بحذانا ولاد حومتنا السمي هذوما السمي ولاد حومتنا معنا مع عائلة ولاد اخته ولاد اخته بكتيريا يا شادي غجر عليه غجر مستهوي شدي عيطوا له شدي غجر في الحوم غجر غجر نسيت ان كروشيت توا انت ياك مثقف ياسر نهب لك ثقافه ملي صغير الثقافي هذيك هي رب بابا رباني على الثقافه فهمتني سي با فاسيل غير ما تنقشيني برشا بالثقف هاي نهار كمل لك عائلتي عاد عائلتي ما عنديش ثلاث ايام التالي مشيت كأيها الناس كأيها العبيد فهمتني باش نبدل الجو نحس يلي وين مشي نمشي وين مشي نمشي برا نمشي الدرمامات مشيت الدرمامات ويا ليتني انا مشيت لا محاله هاي فهمتني صار ايش ما صار فهمتني ولا كي جيت نجم نوريك الفيديوهات اما خساره تحب نجم نوريكم فيديوهات وريني ترى خلينا نشوف هادي شوف الفيديوهات شوف البوني انت احكي لي اش فما تريد تشوف الفيديوهات صح؟ اي اي باش تشوفها ما احكي لي صار. لا شنو انتم معناها ما تعملوا العرك كي تمشيوا ولا شنو يحكي؟ عرك على بعض يا بنتي هذا في البيت شوفي في البيت هذا محمد ودليم شوف البوني انت لا اهو خويا عريان خلاص يا تمشي لدرجة جدك تكلت ريحة وتروح مش انا فرايجي انا شو كنت تلموا تعملوا شيء هذاك؟ انتي خلي وسطي مش كنا صغار حتى الكبار راه فهمتيني عاد خويا الدار ما ماتي باه لا ريزو لا كونيكسيون لا واي فاي لا حتى شيء تفزي خمسة تاع الصباح حشيكم تمشي للتواليت ترجع ما تلقاش فرشك كشتة هذه
ضربة مثل الناس الكل يا ضربة. هذه كان ضربة مثلي أنا كهو. الكل شد كلك هكا سختو حكاية الريزو صح. باهي ما ماتي مثلا شد ليا تحية شد ليا. ملي ندخلوا هاو المي هاو الضو هاو المي هاو الضو. تشد هاو ما عندي الزيت هاو السكر هاي الماندا ما عنديش فلوس هاو ما عرفت شناهي حاسين تخرج هنا مكة. ما نحكيلكش يا بنتي تغدد هنا الماشية فهمتيني عاد نمشي خالتك الهام هذه خالتي لي دو تبريمي شوال الثانية فهمتي متحايلة يا قسما بالله متحايلة أكبر متحايلة في تونس بين تعدوا لخالتك بسمة خالتي بسمة جوها باهي نحبها ولا نحبها حتى خالتي السمية باهي نما ديما هذوما توامة فهمتني ديما يتعاركوا تكردوا في المشتب البونية وليد مجانين فهمتيني عاد سعيدة حسيرو حسيتها عينة ياسر فرحانة هكا هاي هاي شكون آخر نسمي لك باهي هذي برشا وخالتي الزهرة وحمد علي وعلى بعضه عندي خالي محمد علي هذي مثلا تقولي له السلام هو يتراني مسكلاسيون مثلا تقولي له السلام خالي يبدا يعمل لك كي يدي يعمل لك يا خالي يديك يبدا يعمل لك شقالك ولد اختي فهمتني يا كاو خالك فتحي هذا خالي فتحي مثلا تقول له السلام هذا عنده داره في تبربه فهمتني اما في حوم اخرى ما تبربه كبيره تقول له مثلا السلام خالي ارد بك تجي للدار حدك حد دار ماماتك غاد خالي مولدي يسكن فوق ماماتي فهمتي تقول السلام خالي ما طلعش فوق حدك حد اللوت هكا مسكينه تسخف ماماتي نقعدوا غاديه هاو الماء هاو الضو هاو عارف شنيا تقعد تنقرد علينا يا بنتي تخرج لنا من كرايمنا وانتي وانتي ايش عامل مع دار ماماتي دي جوابيه انا محليهم دار محليه يا محليه وهذا شعم ياك تشوف يا احكي لك في الاخر شي يقرب لك ها شي يقرب لك ولد هومتك جابر ما جاتش ولد خالته ولا راعتك تريح ما يقدر دونك التونسي فاد ليك ويحب الجو ويعمل الجو ويحب عائلته اكيد باش تبقى له شنو يتيح يلقى عائلته ما يلقاش اصحاب ولا شيء هكيك فهمتيني عاد انا برجل ليا نحبهم انا لافامين تاعي ربي يفضلهم وربي يبقى عليهم الستر ومحلاهم الكل والله ولا نحبهم واحد واحد رغم الشغب ورغم الاثاره وفيلم الاكشن اكشن فهمني انا نحبهم وبالله دقيقه لحظه بي عندي بنت خالتي وصال فهمتني هذه وصال بنت الهام المتحايده فهمتي حسير مشيت جتني بريود هكايا فهمتني مشيت للسبيطار صارت لي كاك مشيت للسبيطار جت طلت عليا هي بنتي جابت لي كعتيني غرت ذلتني عليها بلاد نوصل يا ثعلب يا خايبه جابت لي كعتيني غرت ذلتني عليهم يا ثعلب يا خايبه ولا تو مزال تحكي بها ماني جبت لك عليها غرت طليت عيان الغات مثلا تقول يعطيني شارج ولا السروال كي تجيب حذانا تقول ما عنديش ولا بدا قيلك انا فهمتي تقول يا جيت طليت عليك وجبت لك عليها غرت يا ثعلب ترجعهم لك جابت لي غرت ذلتيني عليهم هيك هاو واضح يعطيكم الصحة ميرسي بدي نعمل ديديكاس لحظة ديديكاس لهارون و لحظة بوز لحظة شو اسمه؟ هاي ديديكاس لهارون وفيدي ولاد سفيان وأحلى عمر وأحلى نفزة وربي يبقى عليكم الستر ولا فامين نحبكم الكل راهو حتى أنت خالي مولدي وكلكم نحبكم وميرسي بوكو وميرسي كاو وفتك هاكا أمريكا